مرحبا، حلقة جديدة من لوجين صارت جاهزة لحتى نعمل برمة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونرصد أبرز الأخبار الترند والقصص يلي نالت نصيبة من التداول خلال الساعات القليلة الماضية. وبالعناوين حنبدأ فوراً. الانطلاقة من العراق وقصة بتشبه أفلام السينما لميكانيكي انتحل شخصية أو صفة طبيب، وترحيل المصريين من ليبيا سيراً على الأقدام أثار موجة غضب كبيرة. أما الختام فمع أول فرقة نسائية للراب بالسودان ويلي عملت أيضاً انقسام بالآراء. ما حطول عليكم، أول خبر وأول لوجين على تويتر. كتير منشوف بالسينما والدراما العربية أو حتى الأجنبية قصص أطباء مزيفين وأيضاً منتحلي صفة أطباء، يمكن كرت فعل من الشخص على حياته السابقة، وكتير من الأوقات هاي القصص ما بتكون أكثر من ضرب من الخيال، ولكن الغريب أنه نشوفها بالواقع. فبمشفى بغداد التعليمي وثقت كاميرات المراقبة حديث جانبي بين مدير المستشفى وأحد الأطباء، وللوهلة الأولى بهذا المشهد منشوفه أنه عادي، ولكن بالحقيقة أبداً ما له عادي. فالمدير أثناء الحديث مع هذا الشخص طلب من الطبيب إبراز هوية نقابة أطباء العراق الخاصة بالموافقة على مزاولة المهنة، ولكن ما أظهره لحتى يتبين لاحقاً أنه الرجل منتحل لا صفة طبيب باطني وعم يشتغل بشكل طبيعي داخل المجمع بالوقت يلي مهنته الأساسية هي ميكانيكي سيارات، الشيء اللي دفع الأجهزة الأمنية للحضور فوراً للمكان وأيضاً إلقاء القبض عليه. هي القصة أثارت ضجة واسعة واستياء كبير بين المواطنين اللي استنكروا عدم وجود نظام بالمستشفيات بيضمن دخول وخروج الأطباء قبل التأكد من هويتهم، واتهموا المسؤولين بالتقصير من هي الناحية. ولحد هذا الوقت ما توضحت الأسباب الأساسية أو الرئيسية لانتحال هالرجل لصفة الطبيب. من جهتها وزارة الصحة أصدرت توضيح وبيان حول هذا الشخص المنتحل لصفة طبيب، وقالت أنه تم إلقاء القبض عليه باللحظة يلي ادعى فيها أنه طبيب، ولفتت أنه كل الأخبار والأنباء يلي حكيت عن القبض عليه من بعد انتحاله لهالصفة لعدة أشهر هي ما لا صحيحة وما بتمت للواقع بصلة. حقيقة هذا الشيء يعتبر خطر وكارثة بتهدد أرواح الأبرياء، وبالنهاية الناس هن الضحية ونماذج هدول الأشخاص هن خارجين عن القانون، وكتار من رواد السوشيال ميديا أبدوا استياءهم، وللأمانة كومنتات كتيرة طالبت بالمحاسبة السريعة لأنه هيك تصرف برأيهم وراه فساد إداري وتدهور للوضع بشكل عام. ومن العراق حننتقل بتاني أخبار جولتنا اليومية على مواقع التواصل ورواده بمصر يلي كمان كانوا ضاجين بحالة من الغضب الكبير. ليش؟ حخبركم فوراً. فقطع آلاف المصريين عشرات الكيلومترات سيراً على الأقدام من مدن شرق ليبيا لبلادهم من بعد قرار السلطات الأمنية الليبية ترحيلهم بسبب تواجدهم بشكل غير قانوني. فقوات الجيش الليبي أطلقت من عدة أيام حملة أمنية لحتى تحارب عصابات التهريب وأيضاً الإتجار بالمخدرات والإتجار بالبشر والحد من توطينهم بشكل غير قانوني، ولاقت خلال آلاف المهجرين غير الشرعيين المحتجزين بمنازل ومزارع المهربين، واتخذت قرار بترحيلهم بمحاولة منا لضبط الأمن وأيضاً الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. ولما تم ترحيلهم نقلوهم بشكل طبيعي لموقع قريب من الحدود ومشيوا لمسافة 2 كيلومتر باتجاه مصر سيراً على الأقدام. طبعاً رواد بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع الفيديو اللي عم نشوفها حالياً واللي بتظهر أيضاً عملية ترحيل المهاجرين مشي. هذا الشيء مو بس لحاله أثار موجة من الغضب من المصريين، لأنه مو بس هي الحالة كانت وحيدة، كمان ما راعوا القواعد الإنسانية بالتعامل معاهم بظل يمكن الشوب أو الجو يلي يعتبر كتير قاسي. وأيضاً إذا بدنا نضل نحكي أو بدنا نحكي أمنياً عن الموضوع فهن غير محميين. بالنهاية أبرز الكومنتس يلي كانت موجودة حكيت عن الذل والإهانة الواضحة بهدول الفيديوز وأيضاً أسلوب الترحيل الغير أخلاقي حسب وجهة نظرهم، مع مطالبات كتيرة برد اعتبارهم، وعلى الرغم من وجودهم بشكل غير شرعي أو غير قانوني إلا أنهم كانوا بيقدروا يعاملوهم بطريقة ألطف وأكثر إنسانية هن وعم بيرحلوهم.
الوطنية أخلاق، ومثل ما في ناس تعاطفت مع هي المشاهد يلي شفناها، أيضا في أشخاص هاجموا المهاجرين المصريين يلي حسب رأيهم كانوا بيقدروا يضلوا ببلادهم ويتمتعوا بخيراتها. أكيد ما فينا نحكم على ظروف الآخرين، كل حدا وإله مبرراته. آخر أخبار جولتنا اليومية وآخر لوجين على إنستغرام. كلياتنا منعرف انه الموسيقى او الغناء او الحاله الفنيه بشكل عام ما بتقتصر على جنس دون الاخر، فعادي نشوف فنانين رجال وايضا عادي نشوف فنانات نساء، ولكن بحاله غريبه بالسودان مجموعه من السيدات عم يتعرضوا لهجوم كبير، والسبب انهم شكلوا اول فرقه لغناء الراب بالبلاد. وللامانه فينا نقول إنه حالة جديدة، فمنشوف بالعادة يمكن شباب بيغنوا راب، ولكن سيدات ما كتير متداول أو ما كتير حالة مطروقة. وبحالة من الكسر للنمطية اجتمعت بعض السيدات لحتى يكونوا أول فرقة لغناء الراب بالسودان، وبما أنه نحن عايشين بمجتمع عربي وشرقي ما بيخلى من النقد، سواء النقد السلبي أو حتى الإيجابي، فمن الطبيعي أنه أعضاء هي الفرقة يتعرضوا لأنواع كتيرة من الكلام يلي بينقال والكلام يلي حتى ما بينقال، وببعض الحالات تعرضوا لهدول الصبايا من النقد من أهاليهم وكانوا هن المعارضين الأوائل لإلهم، لأنه أساساً يعتبروا من الأسر المحافظة. تفاعل كبير للأمانة من رواد مواقع التواصل يلي اعتبروا أنه هن حالة فريدة جديدة عليهم، بطرف مقابل كتار من الأشخاص أساؤوا بكومنتاتهم ووجهوا تعليقات سلبية للصبايا يلي هن أساساً مو مجرد مغنيين فقط، هن بنات اشتغلوا على حالهم ومثقفين دراسياً أو علمياً إذا فينا نقول. ولكن مع كل هذا الشيء ما شفع لهم قدام مجتمع يعتبر مكبوت بحاول أنه يفرغ كل عقده النفسية بأول حالة ممكن يشوفها قدامه. طبعاً هيك كان تعليق الأغلبية من رواد مواقع التواصل. الصبايا بالمختصر هدفهم أنه يوصلوا مسج مفادة أنه ما في أي شيء بالحياة مستحيل، وبنهاية السيدة بتقدر بهذا الوقت بالتحديد أنه تساوي كل شيء وأي شيء مثل الرجل. أنا وإن شاء الله دايماً الصبايا بيقدروا يثبتوا حالهم بأي موقع بيكونوا فيه. مع الخبر بنكون وصلنا لنهاية جولتنا اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص الترينس يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل الكومنتس واللينكات والأخبار والفيديوز والقصص يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي وهدول كانوا أخباري. موعدي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.